لبى شباب السموع المعادلة واستطاع لاعبه هلال موسى إحراز هدف التقدم بعدما هيأ الكرة لنفسه وقذفها في الشباك في الدقيقة 71. توغل حماد الجعبري من الميسرة وأرسل كرة زحفة بالمقص، وقع فايز عسيلية بالمحظورة وأخفق في إبعاد الكرة في ظل تقدم الحارس ليخطفها هلال موسى ويزرعها في الشباك مضاعفا النتيجة لليث الجنوب عند الدقيقة 83. محاولات أهل الخليل لتقليص الفريق لم تنجح وذهبت أدراج الرياح في ظل تماسك دفاعات المنافس.